السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو سوف نشرح نشيد صحتنا سر سعادتنا للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد، وإن شاء الله هتلاقوا رابط الدرس موجود أسفل الفيديو في صيغة ملف PDF. هنتناول في هذا الفيديو النشيد وشرحه والمفردات الجديدة والأساليب المتضمنة في النشيد مع تدريبات عملية. نشيد صحتنا سر سعادتنا. يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موصيك فلا ترحل، صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل. وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل، فاحفظ أثوابك طاهرة في الملعب كنت أو المحفل. صحتك كنز ذهبي فاحفظه لكي تحيا أفضل. شرح الأبيات والمفردات الجديدة. البيت الأول: يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موصيك فلا ترحل. صاحي بمعنى صاحبي، تمهل بمعنى اهدأ مضادها أسرع، تعجل بمعنى تتسرع ومضادها تمهل، موسيكا بمعنى ناصحك مضادها خادعك. ترحل معناها تمشي مضادها تستقر أو تقيم. في هذا النشيد يعبر الشاعر عن تقديم نصيحة لصاحبه، فالنشيد موضوع النشيد نصيحة. الشاعر هنا ينصح صديقه، فماذا يقول في البيت الأول؟ يا صاحبي اهدأ لا تتسرع، إنني أريد أن أنصحك فلا ترحل. صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل. سر معناها سبب، سعادتنا معناها فرحتنا ومضادها حزننا، أفضل معناها أحسن ومضادها أسوأ. في البيت الثاني ينصح الشاعر صاحبه يقول: إن سر سعادتنا يكمن في الاهتمام بصحتنا، ونصبح أفضل عندما نهتم بنظافتنا. البيت الثالث: وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. المفردات: صحيح الجسم معناها سليم الجسم، الإنسان سليم الجسم خالي من الأمراض، ومضاد صحيح الجسم مريض. الأقوى مضادها الأضعف، الأجمل معناها الأحسن ومضادها الأقبح. في البيت الثالث يوضح الشاعر أن القوي هو صحيح الجسم، فالإنسان القوي هو الإنسان صحيح وسليم الجسم، والأجمل هو الشخص نظيف الوجه الذي يهتم بنظافة وجهه. فاحفظ أثوابك
ظاهرة في الملعب كنت أو المحفل. الثوابك معناها ملابسك. طاهرة معناها نظيفة ومضادها قذرة. وفي هذا البيت يقول الشاعر: أن عليك يا صديقي أن تحفظ ملابسك، أن تحفظ ملابسك سواء كنت في المحفل أو كنت في الملعب. صحتك كنز ذهبي فاحفظه لكي تحيا أفضل. كنز، وهو يعني شيء ثمين غالي. احفظ بمعنى صون، يحفظ معناها يصون، مضادها اهمل. تحيا معناها تعيش ومضادها تموت. شرح هذا البيت: صحتك غالية فهي كنز ذهبي، والذهب معروف عنه بأنه شيء غالي الثمن، لذلك يجب عليك يا صاحبي أن تحافظ على صحتك حتى تعيش حياة أفضل. الأساليب المتضمنة في درس اليوم أو في هذا النشيد: أسلوب الأمر، وهو يعني طلب عمل شيء معين ويبدأ بفعل أمر. أسلوب الأمر يبدأ بفعل أمر. على سبيل المثال: حافظ يا محمد على كل قطرة ماء. حافظ، حافظ هنا أسلوب أمر، هنا فعل أمر. حافظ يا محمد على كل قطرة ماء. أسلوب الأمر يبدأ بفعل أمر. حافظي يا هبة على كل قطرة ماء. مثال من النشيد: احفظ أثوابك طاهرة. احفظ هنا أسلوب، هنا فعل أمر. نأتي بأمثلة عملية من النشيد. نشاط باء: أكمل كما في المثال. اغسل يا أحمد يديك. هنا يطلب، أو هنا أسلوب أمر بدأ بفعل أمر، هو اغسل يا أحمد يديك. هنا فعل الأمر اغسل، فهنا يطلب منه شيء معين. اغسلي يا مها يديك. نقط يا طالب دروسك. هنا أنا عاوز أمره أو أطلب منه شيء معين. استخدم فعل أمر: ذاكر، ذاكر يا طالب دروسك. ذاكري يا طالبة دروسك. اكتب يا عمي الخطاب لأبي. نقط يا عمتي الخطاب لأبي. اكتبي. مثال آخر: نقط لرسمة لألونها يا أبي. ارسم، ارسم لرسمة لألونها يا أبي. ارسمي لي رسمة لألونها يا أمي. نشاط آخر: ارسم دائرة حول فعل الأمر. عاد أحمد إلى البيت وهو يرتجف من البرد، فقالت له أمه: البس معطفك. البس، البس هنا فعل أمر. واشرب، واشرب، واشرب كوبا. اشرب هنا
هنا فعل أمر، اجلس هنا فعل أمر بالقرب من المدفأة. إذن أسلوب الأمر يبدأ بفعل أمر، وفعل الأمر هو أن تطلب شيء معين من أحد. اجلس، ارسم، اكتب، ذاكر. وهنا قد نكون انتهينا من شرح نشيد اليوم، على أن نستكمل الدروس في المرة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.